السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بسيطة جدا، قناة العلوم والتكنولوجيا. طبعا احنا متأسفين وبنقدم خالص الاعتذار ان قعدنا فترة طويلة ان احنا ما بننزلش فيديوهات، ما بنتفاعلش على دورة صمم التطبيقات بنفسك بدون برمجة بسبب ظروف عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. في البداية طبعا حابب ان انا اوضح ان احنا مشينا في تطبيق او في دورة صمم تطبيق بنفسك بدون برمجة، واللي لقت نجاح كويس الحمد لله، يعني لأول مرة باللغة العربية دورة متكاملة لدورة صمم تطبيقات بنفسك بدون برمجة بدون كود، بمعنى أصح إن مفيش إن أنت تقدر تكتب كود، لا أنت هتقدر تصمم تطبيقك وتطبيق محترف جدا وتقدر تطلعه في وقت قصير إن شاء الله. الدورة طبعا بدأنا برضو الدرس السابق أو من آخر الدروس لينا، برضو دخلنا عملنا دورة جديدة اسمها الربح من الإنترنت، وده يبقى فيها فيديوهات كويسة جدا لان انت ازاي هيبقى طبعا ازاي تقدر تربح بالانترنت او تطلع منه مكسب، يعني طبعا هتبقى بالتوازي مع دورة صمم تطبيقك بنفسك بدون برمجة. طبعا يمكن في اكتر من تعليقات او كده جات لي بخصوص الصوت وكده، فانا بعتذر طبعا، ودي بتبقى مشاكل بس من المايك وكده، لكن ان شاء الله يتم تعديل الصوت في الدروس القادمة. طبعا احنا محتاجين دعمكم، لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الدروس. وطبعا كعادتنا في الجزء الاول الخاص بدرسنا هيبقى بالتعليقات، هندخل في التعليقات. طبعا انا بحاول ان انا اجيب التعليقات حتى السابقة اللي بتتعلق على مش الدرس السابق بس، لا الدروس اللي قبل كده. وبقول سؤال من فضلك، هل عند اتمام المشروع او التطبيق استاذ ميدو لويس، سؤال من فضلك، هل عند اتمام المشروع او التطبيق تخرج صفحه بودلر الصفحه الرئيسيه او الصفحه التي انشاها انا، وشكرا تمنيات لكم بالتوفيق. ان شاء الله صفحه رائعه، ربنا يخليك. طبعا هو بيقول عند اتمام المشروع او التطبيق تخرج صفحه بودلر كصفحه رئيسيه او الصفحه التي انشاها انا، هو يعني انا مش فاهم السؤال بالظبط، يعني هو انت اول ما بتتم المشروع او التطبيق يعني بيطلع تطبيق، يعني بيطلع تطبيق فيه صفحات، الصفحه الرئيسيه اللي هي السكرين 1، يعني السكرين 1 دي. طبعا احنا هندخل على كلار كده بس عشان برضو نشوف الموضوع، يعني انا بتكلم ان احنا بتطلع كالصفحه اولى وصفحه ثانيه وثالثه ورابعه على حسب انت عدد الصفحات اللي انت ايه اللي انت هتعملها يعني. تمام، لحد ما يفتح بس كده نشوف التعليقات السابقة او التعليقات اللي جاية. في عندنا برضو فيديو مع يشتغل واذا يشتغل يعلق لماذا، يعني انا مش فاهم السؤال، يعني فيديو مع يشتغل واذا يشتغل يعلق لماذا، دي انا مش فاهم السؤال، يعني فيديو ايه، ممكن يكون الفيديو بلاير يعني قصدك. طبعا هنجاوب بس على السؤال الاول اللي هو الخاص بأستاذ ميدو اللي بيقول اتمام مشروع التطبيق تخرج صفحه كودلار كصفحه رئيسيه والصفحه التي انشاها انا، يعني هو بص احنا ده اخر مشروع، احنا على حسب ما انت عايز، يعني انت الصفحه الرئيسيه دي الصفحه الرئيسيه اللي ما بتتغيرش، خلي بالكم عشان ما بتتغيرش هنا خالص، يعني الصفحه دي ما بتتغيرش تماما، يعني خلي بالكم عشان بيبقى فيها كل الاعدادات الخاصه دي الصفحه الرئيسيه اللي لازم ايه لازم تعملها يعني. تمام، يعني دي الصفحه الرئيسيه بتاعتك اللي تقدر فيها الباكج نيم وفيها كل حاجه، حتى التارجت اي بي اي والاندرويد فيرجن والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها مهمه جدا، يعني الفيرجن كود والفيرجن نيم كل ده هنعرفه قدام ان شاء الله. تمام، دي الصفحه المهمه بالنسبه للتطبيق، دي اول صفحه بتظهر للتطبيق، فراعي ان انت الصفحه الاولى دي لازم تكون هي اللي انت عامل فيها اللي هتبدا اول حاجه كصفحه رئيسيه، دي اهم حاجه يعني. طيب محتاج بس مسلم عقيل، استاذ مسلم عقيل محتاج بس توضح اكتر. في مشترك تاني بيقول يا هندسه عمل رائع حفظك الله ربنا يخليك، نصحني بدورتك ولقيت كلامه في حضرتك كله صحيح، وهو يسلم عليك ويعتذر على عدم ظهوره جي سكول اعانك الله والا لم. طبعا جي سكول ده من ضمن الناس المميزه عندي يعني بصراحه،
والناس اللي انا يعني بحبها وبفضلها يعني، وربنا يكرمه وربنا يكرمك، وان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظنك باذن الله، وظن جي سكول وظن كل المشتركين وكل المتابعين. الاطفال الترفيهيه بيقول ممكن تشرح بعد اذنك ازاي نعمل لعب عملي، لعبه جري مثلا، ازاي اعمل شخصيات في اللعبه، الحواجز اللي هتقابلك، الشخص اللي بيجري، ممكن اعرف بعد اذنك؟ طبعا يعني بص، هو الفكره كلها ان احنا بنعمل دوره يعني متجزئه، يعني انا ما ينفعش ان انا يعني لعبه انت متخيل لعبه ان انا اعملها، فطبعا احنا لسه في البدايه يعني، عشان ادخل واقول لك ان انا هعمل لعبه كذا وكذا وكذا وهندخل نعمل في الاكواب كذا وكذا، لا الموضوع مش سهل فاهمني. بس انا اوعدك ان انا ان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص الجزء الثاني من الدوره، وهي ان احنا نتعرف على كل حاجه وكل اداه عندنا وازاي تشتغل وازاي تعمل، وده اللي بنعمله في الجزء الثاني. اول ما ندخل في التطبيقات العمليه ان شاء الله هنبدا نشرح التطبيقات والالعاب برضه، يعني التطبيقات الالعاب هتبقى مع التطبيقات. وانا بدي المشتركين اللي هم متابعين معايا وبيعلقوا معايا كل شويه، بديهم فرصه ان هم يكونوا معانا في ان هم لو اقترحوا مثلا تطبيق معين او حاجه انا هعمله يعني على طول يعني. فانت تابعنا وركز في الشرح اكتر، وان شاء الله باذن الله هلبي طلبك قدام باذن الله في المستقبل. ال تي في بيقول ممكن تعلمني كيف احمل التطبيق بعد انهاء، اكيد بعد انهاء المشروع. طيب انا بص، انت هتيجي هنا طبعا، ده المشروع بتاعك اللي اسمه مثلا راديو بوتون، تمام. هنيجي عند كلمه اكسبورت، تمام، وهندوس سيف اي بي كي. سيف اي بي كي، بص هيعمل سيف اي بي كي ويعمل باكينج يور اي بي كي، وطبعا هيبدا التحميل هنا مباشره، يعني هتسيبه بس يعمل باكينج يور اي بي كي، يعني خلاص هو بيقول لك يور اي بي كي از ريدي، وهيطلع لك الاي بي كي وهينزله لك في الداونلود عندك في هيبدا التحميل دلوقتي، وهيقول لك اهو بدا التحميل زي ما انتم شايفين اهو، تمام. خلاص بقى نسخه الاي بي كي بقت موجوده عندك بسعه 5 ميجا، فالموضوع سهل. بتيجي عند اكسبورت هنا، سيبك من جنريت كود فور اب دي لو انت عايز تحمله من الموبايل على طول، لكن دي افضل، سيف اي بي كي تو ماي كمبيوتر، دي افضل حاجه، وتنقله على الموبايل او ترفعه على جوجل بلاي عادي، تمام. نيجي للتعليق الاخر، بيقول ممكن اعرف ازاي اسحب الفلوس من على الموقع، ولما اعدل على تطبيق اعمل له تنزيل من جديد. اولا يعني اعرف ازاي اسحب فلوس من الموقع، ده بالنسبة للمواقع الخاصة بالفريلانس أو الكلام ده، ده بيبقى عن طريق الفيزا كارد أو عن طريق فيزا البيونير أو عن طريق البيبال، ده بنوك إلكترونية كلها يعني. ولما أعدل على تطبيق أعمل له تنزيل من جديد، طبعا ده عن طريق الجوجل بلاي أو عن طريق الأمازون أو الحاجات اللي هي المتاجر اللي هي المشهورة، أو إي بي كي بيور، الحاجات دي مشهورة بتقدر تنزل تعمل لها، أو تعمل لها إيه؟ تعمل لها أبديت كل شوية، تمام. بعد اذن حضرتك ممكن تشرح ازاي تضيف اعلانات على التطبيق؟ طبعا هنشرحه، وهيبقى مخصص ليك كذا درس مش درس واحد، لان في كذا شركه للاعلانات بخلاف ادموب، برضو بتبقى مهتمه بحاجه زي كده. حب ممكن ترد عليا، ربنا يخليك يا رب. انا سويت تطبيق وكان شغال لكن اليوم توقف وتظهر شاشه بيضاء. انا استاذنك ممكن تكلمني على الفيسبوك، ودي هتبقى موجوده في اي درس هتلاقيه، يعني اي درس يعني وليكن الدرس الاخير ده، هتلاقي رابط الفيسبوك عندك هنا، ورابط برضو جروب التليجرام، تمام. تقدر ان انت رابط جروب التليجرام ورابط الفيسبوك، تقدر برضو ان انت تشوف الحاجة دي، تمام. هناخد اخر من اخر تعليق، ممكن تدينا يعني اي ماكس، تدينا اللي بيظهر لك شاشه بيضاء ازاي، او ايه المشكله، او تبعت لنا الاكواد، او تبعت لنا ملف الايه اللي هو السورس كود نفسه، ونقدر ان شاء الله نعدله لك مجانا باذن الله. فيلم جامد، استمر المدير، كل حاجه في القناه جميله، وان شاء الله توصل لحاجه كويسه في القناه، بس حاول بقدر الامكان تحسن الصوت، هو مفيش مشكله بس هتفرق معاك، واسمع من اخوك ربنا يخليك. وانا عشان كده انا شفت التعليق بتاعك، وعشان كده انا اشتريت مايك جديد، وهو في مشكله بس في المايك القديم. تبارك الله. وبرده قولوا لنا يعني لو في حاجه في مشكله في الصوت، احنا تحت امركم يعني. سومريه بيقول تبارك الله، طول لنا في الشرح، انت ممتاز وشكرا. افتكر يعني اطول لكم في الشرح اكتر من كده هتزهقوا يعني، لكن انا بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا ايه، ان انا ما اطولش اكتر من اللازم يعني. بس ربنا يخليك، وان شاء الله باذن الله كده اكون عند حسن الظنون. خلاص يعني دي الحاجات او دي الاجابات اللي هي
اللي احنا نقدر ناخدها بس عشان ما نطولش في حلقتنا. طبعا يعني ده بالنسبه للقناه، احنا محتاجين بس اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. النهارده هناخد ايه؟ هناخد حاجه اسمها جاليري فيو، معرض صور. ازاي تعمل معرض صور لتطبيقك؟ طبعا احنا هنعمل سكرين جديده وهنسميها وليكن فوتو. خلاص بيبدأ يعمل اهو. هنبدأ نحط الحاجات تبقى في النص، ماشي. هندور على جالري فيو. ايه جالري فيو؟ تمام، ايه جالري فيو؟ جالري فيو تعالى نبحث عنها كده. جالري فيو هتلاقيها في اللي اوت فيو. في اللي اوت فيو، فين اللي اوت؟ هات اللي اوت وهات كلمه فيوز. فيوز ايه؟ هتلاقي حاجه اسمها جالري فيور او فيور. تمام، ناخدها كده هتلاقيها. شايفين؟ نخليها في البوتون احسن، خليها تحت. خلي ال يعني الـ نخلي كده، نخلي دي سنتر ونخلي دي في البوتون. خلاص تمام، نخلي دي زي ما انتوا شايفين. ايه؟ نخليها كده في البوتون. طيب دي لازمتها ايه او فايدتها ايه؟ فايدتها ان انا بعمل معرض صور ليا. يعني ايه معرض صور؟ يعني انا صوره مثلا، تعال نقول نفترض ان انا هحط الصوره هنا، تمام، وفي مجموعه صور ابدا اختار منها اللي انا ايه اللي انا عايزه. طب تعال نشوف كده الخصائص الخارجيه بتاعتها. طبعا الهايت والويتس دي العاديه بتاعتها، البادنج التباعد اللي هي التباعد ما بين الحاجات دي، والهايت 100 والويتس برضو ايه 100 على حسب برضو ايه العرض والطول بتاعه السامبل اللي هي الصغيره دي، ماشي. نيجي بقى للخصائص الداخليه. نعمل ايه بقى؟ في عندنا خصائص كتير. بيقول لك وين جالري فيو او فيور افتر بيكنج، يعني بعد ما تحط الصوره بتاعتك ايه اللي هيحصل. وطبعا الخصائص بتاع الجيت والست، وما فيهاش ايه؟ ما فيهاش كور. طيب احنا تعالى كده هنعمل حاجه كويسه. هناخد كام صوره؟ اوكي، هناخد كام صوره من النت، تمام. وليكن احنا هنرفع في الاسيتس هنا، يعني انا هقفل معاكم وهرفع لكم كام صوره كده، وليكن مثلا ايه 6 صور مثلا، تمام. هناخدها من جوجل عادي ونشوف الدنيا. انا نزلت كده 6 صور، تعال نشوفهم كده مع نفسنا. بصوا يعني الحاجات دي، نزلنا كده 6 صور عشوائيين يعني عشان نبدا نشوف معرض الصور بتاعنا هيبقى عامل ازاي، تمام. هنيجي طبعا نقول في البدايه كده هنقول ايه؟ هنقول في البداية ان احنا يعني احنا عايزين نشوف 6 صور دي. الفكرة كلها في ان احنا نحطها في متغيرات. يعني ايه متغيرات؟ يعني انا احط كده في متغير كده سحاب، يعني متغير اللي هو ايه؟ اللي هو حاجة كده مش هدخلها جوه الاكواد، لا ده انا هخليها وبعدين بستخدمها. يعني بدل ما اقول سيت ايمج او اقول سيت جاليري فيو دوت ايمج واجيب صوره هنا وصوره هنا، لا انا عاملها بطريقه ذكيه عشان كده استخدم المتغيرات. المتغيرات دي مهمه جدا جدا جدا، تمام. المتغيرات دي بتبقى حاجه على الهواء وبعدين تبدا تاخد اسم المتغير، تبدا تشتغل بيه براحتك، تمام. تعالى كده نقول الحاجه الجميله دي، المتغير الاساسي بتاعها، وهنسميها ايمجز. ايمجز ماشي، وطبعا بيدينا اول ما بنقف عليها كده بيدينا السيت والجيت بتاعها، تمام. ونيجي نقول طبعا انا عايز احط الصور دي في ايه؟ في ليست. يعني ما احطها في ليست. طيب تعالى احطها في ليست كده، تعالى احطها في ليست. نقول ايه بقى هنا؟ ميك ليست، ماشي، ميك ليست. نيجي نعمل لها كده، احنا عندنا 6 صور، نضيف 6 ايتمز. ايتمز يعني مكونات، 1 2 3 4 5، وادي السادس. واعمل ايه؟ واجيب تكست عاديه احط فيها الايمجز دي، صور الايمجز اللي عندي. يعني اجيب كده اعمل لها دوبليكيت ل6 مرات واحطها 3 4 5 6.
تمام، واجي ابدا انسخ الكلام ده كنترول سي وابدا ادوس هنا وابدا انسخ برضو دي وابدا ادوس هنا وابدا انسخ تالت واحده تالت صوره وابدا اخدها هنا برضو تمام، وابدا انسخ برضو رابع صوره كده وابدا احطها فين؟ احطها هنا، وابدا انسخ خامس صوره وابدا برضو احطها فين؟ هنا برضو نفس القصه هنا. تمام، يعني احنا كده احنا عملنا الخمس صور، خلاص كده عملنا الخمس صور بتاعتنا وخليناهم في ايه؟ في حاجه اسمها ايمج. تمام، طيب احنا كده عملنا ايه؟ عملنا الليست، احنا عملنا الليست في خمس صور. طيب انا عايز استخدم الليست بقى دي اللي هي الايمجز دي، استخدمها فين؟ انا طبعا في البدايه ان انا لازم عارفين او تبقوا عارفين حاجه، انا على حسب ما انا عايز اعمل ايه، يعني يعني شغلتي انا ان انا بفهمك الدنيا او الحاجه الديفولت بتاعتك، انت بقى تستخدمها في ايه؟ اوكي بتاعتك. تمام، فممكن واحد يدوس مثلا ايه بوتن هنا، يجيب بوتن هنا ويدوس يبقى وين بوتن كليك. تمام، طب في حاجه تانية، انا عايز انا بعمل الافتراضي اللي هو اول ما الشاشه دي تتحمل، يبقى انا اول ما الشاشه دي تتحمل فين الشاشه دي اللي هي الفوتو. تمام، يبقى انتلايز اهي. تمام، اعمل ايه بقى؟ اجي عند الجاليري كده واقلب، انا زيكم زيكم بالظبط يعني، خلي بالك ايه اللي ينفع هنا. انا طبعا المفروض ان انا عايز اعمل حاجه، عايز اعمل الصوره دي، الصوره دي شايفينها الصوره دي ماشي، او دي خلي بالكوا السم دي اللي هي دي اللي هي الصغيره دي، اما الحاجه دي ده الصوره بتاعتها. تمام، طيب نيجي بقى نقول سيت جالري فيو، سيت جالري فيو فين جالري فيو بقى اهي، دوت ايه بقى؟ دوت ايمجز الصور بتاعتها، انا اللي يهمني الايمجز. تمام، اعمل ايه بقى؟ احط فيها ايه؟ احط بقى فيها كل ده؟ لا، ده ناخد الجيت بتاعت الايمجز دي كلها اروح حاططها هنا. طيب خلصت على كده؟ لا طبعا، احط برضو سيت جالري دوت ايمج ايه بقى؟ احط فيها حاجتين، احط فيها اول حاجه انا هعملها طبعا ايه؟ هعملها بميكاليست. تمام، يعني ايه ميكاليست؟ يعني اجيب ميكاليست هنا صغيره واجي اروح حاططها هنا خلاص، واخد الجيت ايمج العاديه بتاعتي احطها في اول حاجه، وبعدين ابدا انوع. لما اجي اضغط هنا بنوع، بعمل اختلاف للتطبيق بواحده ورا الثانيه، واحده ورا الثانيه، واحده ورا الثانيه، خلاص واحده ورا الثانيه، اول ما اضغط واحده ورا الثانيه هتبدا تظهر ايه؟ تبدا تظهر هنا. فهنا لازم اعمل اجيب اللينس، اجيب اللينس اللي هي اللينس بتاعته في ليست، اللينس بتاعت الليست دي اللي هو ببدا ابدل، ببدا اعمل سويتش ما بينهم. تمام، بس هنا لا، قبل ما اجيب اللينس بعمل لوجيك على، او مش لوجيك، ماس ماشي، على على ايه بقى؟ هنا نجيب رقم عادي، على ايه بقى؟ على زيرو؟ لا طبعا على زيرو دي ما تنفعش، ده على واحد، انا ببدل واحد ورا واحد واحد ورا واحد. تمام، واجي اضغط هنا عند اللينس، اللينس بتاعت مين بقى؟ الليست دي ايه؟ اللي هي الايمج، اللي هي الجيت ايمج. تمام، اي كده خلصت؟ لا طبعا ما خلصتش. يبقى انا اول حاجه حطيت في الليست بتاعتي الصور بتاعتي، بعد كده دخلت في الايمجز جلوبال ايمجز، بعد كده جالري فيو دوت ايمجز خليت فيها
عملت فيها ليست تانية داخلية يبدل ما بين، يعني انا استدعيت الليست كلها اهي، بعدين ابدا بدل لي بقى لما اجي ادوس هنا، لما اجي اضغط هنا واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه، تبدا ايه تظهر لي الحاجه دي ايه واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه. طب تعالى كده شوف ده بالنسبه لي الحاجه بتاعتنا يعني، تمام. ده بالنسبه لايه، ده بالنسبه لي ليمش. طبعا طبعا مفيش اي، طبعا احنا مش هنقدر نعمل يعني، لازم انت تثبت التطبيق وهتشوف، هتبدا تقلب ما بين الصور، تمام، هتبدا تقلب ما بين الصور هيبدا يظهر لك الحاجه دي يعني، الصور وهي موجوده، وتقدر ان انت تقلب ما بين الصور وتقدر تعمل حاجه تانيه. يعني هو ده كان كل المطلوب. طبعا زي ما قلنا ان مفيش يعني، مش هنقدر نوريكم الحاجه ايه، عشان بس ايه لازم ده يتم تنزيل التطبيق من هنا، هتبدا تنزل التطبيق من هنا وتعمل له تثبيت عندك على الجهاز، وهتبدا تظهر المحتويات بتاعت الايمج فيو. لو في اي استفسار، لو في اي حاجه وقفت قدامكم، طبعا انتوا عارفين قنوات بسيطه جدا، تقدر ان انت عن طريق برضو يعني تضغط على اي درس من الدروس، هتلاقي هنا في الوصف او في الدرس الحالي حتى، هتضغط هتلاقي فيه رابط الفيسبوك ورابط رابط جروب التليجرام، تقدر تشرفونا وتقدر تشوفوا الدنيا ايه، ولو في اي سؤال او اي حاجه وقفت قدامكم، احنا بنخصص فقره كامله للرد على استفساراتكم. ولو في اي حاجه احنا معاكم، واتمنى الاشتراك في القناه لو انت لسه مش مشترك، اتمنى تفعيل زر الجرس لو انت لسه ما فعلتوش، عشان يوصلك كل جديد من الدروس، واتمنى ليكم تعليم موفق ان شاء الله، ولو في اي حاجه احنا تحت امركم وبالتوفيق ان شاء الله.